طيب النهارده استوقفني تصريح مهم جدا لفوزي البنزرتي المدير الفني للوداد، وانا مبسوط قوي بالتصريح ده قوي يعني قوي. هو قال لك ايه؟ قال لك ان الترجي افضل من الاهلي في الوقت الحالي، الاهلي لم يكن مقنعا في ادائه والنتائج لا تعكس مشدود الاهلي، هو فريق كبير لكن ليس في افضل حالاته رغم النتائج اللي بيحققها، والترجي قادر على حسم الترشح. في الحقيقه هو ده رايه، مفيش اي مشكله خالص، وتصريح بالنسبه لنا مفيد مفيد جدا، ده اكبر دافع اكبر دافع. انا بقول لكم التصريح ده اكيد هيروح لكل لعيبه الاهلي، اللي مش هيشوفه قبل ماتش السوبر هيشوفه بعد ماتش السوبر، ما تقلقوش. الشغل النفسي ابتدى من بدري، حتى لو انت مش هتقابل الوداد الماتش الجاي، انت هتقابل الترجي، لكن طبعا الوداد خلاص وصل نهائي دوري ابطال افريقيا، اعتبر الوداد وصل نهائي دوري ابطال افريقيا، لان كايزر تشيفز فريق على قده، اقوى فريق في جنوب افريقيا سان داونز انت خرجته، لكن في نفس الوقت كايزر تشيفز فريق كان هيطلع اصلا البطوله بعد ما كان كسبان 4-0 على ارضه، خسر بره ارضه 3، وكان سيمبا قريب ان هو يجيب هدف التعادل، ضربات جزاء كان ممكن يخرج من خلالها يعني. فالترجي خلاص هو بيعتبر نفسه في النهائي الوداد فوزي البنزرتي بيعتبر نفسه في النهائي، فبيشتغل نفسيا من دلوقتي على الاهلي وعلى الترجي، تمام؟ فاحنا بالنسبه لنا التصريحات اللي زي دي مهمه ومفيده، لان هي اكبر دافع للنادي الاهلي، انك باذن الله واحد احد هي دافع في المباراتين رقم واحد، تتخطى ان شاء الله تعالى الترجي، وبعد كده باذن الله تكسب الوداد في المغرب. بطولة صعبة، فرقتين صعبين، كل حاجة ما مش مختلفين، احنا ابطال ونقدر في كل الاحوال. عملنا السنة اللي فاتت لعبنا الوداد وكسبناهم هناك في في في, في المغرب. فالتصريحات اللي زي دي انا بتبسط بيها قوي قوي يعني، رغم ان ده مدرب عنده خبرات عظيمة يعني، راجل ما شاء الله يعني مدرب كبير طبعا، لكن رأيه بس تصريح مفيد حلو.